الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. مساء الخير، مرحبا بكم، شكرا على حضوركم، شكرا على تلبية الدعوة. نلتقي هذا المساء في إطار الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الفسقية في نسخته الأولى. هالمناسبة نحب نتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا التصور الخاص بالبرمجة هذه. تحية شكر لهيئة المهرجان، زميلاتي وزملائي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، معهد الوطني للتراث، وكالة حياة تراث اللي تستضيفنا وباش تحتضن هذه التظاهرة. شكرا لكم على حضوركم. معا سنتناول البرمجة الثقافية الخاصة بهذه الدورة، كذلك سنتناول كذلك أهداف هذه البرمجة، تصورنا من حيث علاش البرنامج هذا الثقافي، علاش الفسقية بالذات، الرزنامة الثقافية الخاصة بالقيروان تقريبا عنا فيها محطات ثقافية كبيرة كما مهرجان المدينة اللي ولا يتزامن مع شهر رمضان، وكانت تجربة أولى عشناها الناس كل وتابعناها واستقطبت العديد من الزوار، وأضافت الحقيقة للاحتفالات ولخصوصية المدينة في شهر رمضان. بعدها تم إعادة الدورة، دورة ربيع الفنون الدولي، بصعوبة وفي فترة متأخرة، لكن المهم وأنها البرمجة الثقافية هذه رجعت، وهذا كله بهدف إثراء المشهد الثقافي بالجهة. اليوم نعيش على وقع الندوة الصحفية وتظاهرة خصوصية الحقيقة، نسلط من خلالها الضوء على برنامج أو المعلم التاريخي الفسقي لما يحمله من رمزية في مدينة القيروان. بعد شهر باش نلقاو روحنا نحضروا للدورة الدولية للمولد النبوي الشريف. تقريبا هذا إجمالا الرزنامة الثقافية الخاصة بمدينة القيروان، محطات ثقافية مهمة جدا، محطات ثقافية كبيرة. نحب نوضح حاجة، أنه مهرجان الفسقية لا يلغي مهرجان الصيفي، مهرجان الفسقية يسلط الضوء على المعالم والموروث أو المخزون الحضاري اللي يتميز به مدينة القيروان. مهرجان ليالي الصيف الدولي بالقيروان ومهرجان الفسقية هما زوج محطات ثقافية مهمة نثريو بهم المشهد الثقافي، مش باش نحيو هذا ونخليو هذا. هذا إجمالا. تم الاختيار على مهرجان الفسقية. لماذا الفسقية؟ الأهداف من ذلك هو الحقيقة امتداد لمخرجات الندوة الوطنية التي انتظمت تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وحضرتها مجموعة من مديري المهرجانات والمندوبيين، وكانت تجربة نموذجية شارك فيها العديد من ممثلي المهرجانات الدولية حتى من خارج تونس. البرمجة هذه تعنى بترشيد هذا المعلم الحضاري، هذا المعلم التاريخي اللي عنده رمزية اعتبارية. احنا خممنا مع بعضنا كهيئة مهرجان وكمندوبية ان نأسوا لدورة اولى ان شاء الله نوفق فيها جميعا من اجل القيروان، ان نقدموا صورة جميلة ويكون عندها امباكت اقتصادي سياحي وثقافي. انطلقنا من الخصوصية المحلية، العلامة المحلية المميزة للقيروان، بهذه المجهودات الثقافية، بهذه البرامج النموذجية النوعية اللي إن شاء الله في قادم الدورات تكون عندها مرجعية، تكون عندها خصوصية تميزها عن باقي التظاهرات. هذا هو الهدف، هو تثمين ما يميزنا عن باقي الجهات من مخزون، من تاريخ، من عراقة، من أصالة، عاصمة الثقافة، عاصمة التاريخ. إنه يكون عندها اليوم مهرجان فسقية إن شاء الله في قادم الدورات يكون محطة ثقافية هامة، ليس على مستوى الخارطة
في مدينة القيروان فقط، وإنما على مستوى عربي وعلى مستوى دولي. هذا ما نطمح له وما نسعى له. البرمجة تنطلق إن شاء الله يوم 6 أوت، تتواصل إلى غاية 20 أوت. مجموعة من العروض ستقام بفضاء الفسقي، ومجموعة أخرى لأسباب تقنية ستقام في مسرح لاوي التلق بمركب ثقافي أسد بن الفرات. حفل الافتتاح سيكون في بفضاء الفسقية. كذلك العروض اللي باش نوضحوا في دار الثقافة هي تقريبا العروض المسرحية والعرض القيرواني. بقية العروض باش تكون في الفسقية. الافتتاح باش يكون كما ذكرنا نهار 6. ضيفنا اللي باش يأثث حفل الافتتاح هو حسين الدوس. إن شاء الله الحفل ينطلق على الساعة 10 ليلا. النهار الثاني الموافق ل 7 أوت باش يكون عندنا سهرة الملوف الجزائري عن طريق إدارة التعاون الدولي بوزارة الشؤون الثقافية. يوم 8 أود باش يكون ضيفنا في الفسقية ظافر العابدين اللي باش يحضر مع الجمهور ويتم عرض سهرة السينما فيلم غدوة. لبى دعوة مشكور وسيكون ضيفنا ظافر العابدين يوم 8 أود بالقيروان. كذلك تتواصل فعاليات هذه الدورة. يوم 9 باش يكون عندنا عرض الهربة إيفازيون لعزيز الجبالي بالمسرح الهواء التلق بالمركب الثقافي. نهار 10 باش تكون السهرة التونسية الجزائرية أيمن لسيق وعبدو درياسة. نهار 11 ضيفتنا الفنانة لبنى نعمان. نهار 12 باش يكون عندنا مرتضى في سهرة شبابية في فضاء الفسقية. خاطر كي تقرا الدبليون فما زوز عروض نهار 12 هما باش يكونوا في زوز فضاءات مختلفة. نهار 12 هو السهرة الشبابية مرتضى، وكذلك في المركب الثقافي باش يكون عرض سهرة السينما مع فيلم فرطة ذهب لعبد الحميد بوشناق. كذلك تتواصل التظاهرة نهار 13 الموافق لعيد المرأة باش يكون كيف عندنا زوز عروض، عرض ياسمين عزيز في فضاء الفسقية وعرض المسرحي سامية باش تكون جسوي بوفون باش تكون في مسرح لاوي التلق، هذايا بالتعاون مع الاليونس فرونسيز اللي تم تنظيمه وباش تحضرنوا مسرح لاوي التلق في المركب الثقافي. كيف نهار 14 باش تكون سهرة الملوف مع زياد غرسة بفضاء الفسقية. ونهار 15 ضيفنا كذلك المسرحي والكوميدي معز الدومي بمسرحية قرهمانة. العائلة والطفل أو الأطفال عندهم نصيب من البرمجة هذه. تم برمجة عرض مسرحي جميل متميز وناجح من إنتاج مركز الفنون الدرامية والربحية بالقيروان اللي باش يكون نهار 17 أوت. تسبق فقرة تنشيطية فيها مجموعة من الألعاب والمسابقات. كذلك أنه القيروان هي مخزون من الموسيقيين والمبدعين والفنانين والمسرحيين. كانت عندهم فرصة حسب فرصة تضم مجموعة كبيرة من الفنانين والموسيقيين عندهم العرض القيرواني اللي باش يشاركوا به. يحكي على تاريخ القيروان وتراث القيروان هم كيفاش يشوفوه على طريقتهم. وباش يكون ان شاء الله نهار 18 اوت بالمسرح الهواء التلق بالمركب الثقافي. هذا مع مجلس او ندوه فكريه فيها مراوحه من الشعر، فيها مداخلات ادبيه، فيها مداخلات فكريه. اخترنا لها العنوان القيروان بيت القصيد. القيروان بيت القصيد، نعملوا في هذا الكل في خاطر القيروان، نعملوا في هذا الكل من اجل القيروان، نعملوا في هذا الكل من اجل قطاع الثقافه في القيروان، فنانينه مبدعينه بناسه باعلاميينه، كلنا نحبوا نقدموا، كلنا اليد في اليد، حتى حد ما ينجم يقدم وحده، وحتى حد ما ينجم يقدم الاضافه وحده، هذا كله ما يكون كان ببلوره تصور. ينجم يمسنا الناس كل. والمحطة الثقافية هذه المولود الثقافي الجديد هذايا
فهو ينجم غدوة يكون عنده إشعاعه وعنده خصوصيته عن باقي العروض. بعد العرض القيرواني يكون حفل الاختتام مع الفنان رؤوف ماهر في فضاء الفسقي، برمجة تجمع بين السينما، الموسيقى، العروض الشبابية والمسرحية، الموجهة للطفل، الموجهة للعائلة. اخترنا حتى نوعية العروض ما تكونش عروض تجارية، فيها بحث، فيها عمق، فيها عروض ثقافية بتم عن الكلم. هذا من رولة، وهذا تقريبا التصور متاع المهرجان، هذه الخطوط العريضة متاع المهرجان. تنفيذه إن شاء الله يتم في ظروف طيبة. تم اليوم عقد جلسة أمنية، هيك علاش احنا ما علنا لحد شيء، لأنه احترمنا الإجراءات باش ما نخطئوش ونظل محد حد. اليوم عملنا الجلسة الأمنية، كانت فيها ممثلة فيها الأطراف كل، من حماية مدنية، من الأمن اللي باش يأمن هالتظاهرة هذه. قدمنا البرمجة، قدمنا تفاصيلها بأهدافها وين باش تكون. بعد قمنا بزيارة معاينة للفضاء، تم فما وفد زاد كيف كيف أمني باش يعمل هو والحماية المدنية زيارة في توقيت العروض على مستوى الإنارة. كان عندنا تدخل في الفسقية على البركة مع زملائنا في معهد وطني التراث والوكالة، وتم تنظيف وإخراج كميات كبيرة من الأوساخ. زاد غدوة كيف كيف مع البلدية باش تخصصنا الكمين متاع البلدية وعوين التراث، خاطر فما عاود رجع شوية وسخ خاصة في البرك، ان نحاولوا ننظفوها. فما مقترحات حلوة كانت باش تم اقتراحها في المهرجان هذايا، مالوغوزمون امكانياتنا المالية ما تسمحش، اما تبقى موجودة تفعل بالوقت، خمولا نحضروا لها كيما سبيكتاكل دو هذايا اللي حابين نعملوه على مستوى البرك، يتطلب اعتمادات كبيرة ويتطلب زاد شوية وقت. هذا يكون عنا دوبلمون دو سبيكتاكل، سبيكتاكل ميزيكال وسبيكتاكل دو، يلفا اجوتي شغم اوترومون بالنسبة للليسيت. لوبجيكتيف دو فيستيفال ان اون فا سو ميتر لاكسون على لا ريشيس سيفيليزاسيونيل نتاع القروين كيما حكينا في اول مصافحة. هذا هو نتمنوا على تاريخنا، على حضارتنا، على تراثنا، على عراقتنا. اليوم سيلموا موجمي باش تلفتوا بامكانياتنا. صحيح معاك انك انت تقول راه الامكانيات معناها والفضاء وكذا، هذا كله معقول وهذا كله مشروع. الناس كلها معناها تحب تشوفوا اوترومون، الناس كلها تحب تراه كيف ما تحب، هذا معقول. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.